ولما بتنهار الدول بيسود الرعب، لكم صار 16,000، وبترجع الناس للطوائف، وبتظهر العجائب وبتعم الشائعات، بتحول الصديق لعدو والعدو لصديق، يعلو صوت الباطل وبيخفت صوت الحق، بتظهر على السطح وجوه مريبة وبتختفي وجوه مؤنسة، بتشح الأحلام وبيموت الأمل، بتزداد غربة العاقل وبتضيع ملامح الوجوه، بصير الانتماء إلى القبيلة أشد التصاقاً وإلى الأوطان ضرباً من دروب الهذيان، بضيع صوت الحكماء بضجيج الخطباء والمزايدات على الانتماء وعلى مفهوم القومية والوطنية والعقيدة وأصول الدين. لما تنهار الدول بتقاذف أهل البيت الواحد التهم بالعمالة والخيانة، تسر الشائعات عن هروب كبير وتحاك الدسائس والمؤامرات، تكتر النصايح من القاسي والداني وتطرح المبادرات من القريب والبعيد، ويتدبر المقتدر أمر رحيله والغني أمر ثروته، وبصير الكل بحالة تأهب وانتظار، وبيتحول الوضع لمشروعات مهاجرين، وبيتحول الوطن لمحطة سفر، والمراتع اللي منعيش فيها لحقائب، والبيوت لذكريات، والذكريات لحكايات. فشو حتكون حكايتك يا لبنان؟